دلوقتي بقى هنا معانا دي راس الخروف. دي يعني حضرتك شايل البتاع ازاي؟ صمتناها بتنزل في الميه السخنه. يعني ايه مش مسلوخه يعني اصلا؟ لا مش مسلوخه. ازاي بقى؟ مصموطه. يعني ايه؟ بتيجي حله فيها ميه سخنه فبننزل فيها الراس كده اهو، الراس بتتنفخ بننزل فيها الراس وبعد كده بنعمل ده كده من عليها بنشيل كل الشعر من عليها. طب ليه مثلا اختها زي راس العجل لما شفناها بتتسلق؟ ما المشكله ان دي الجلد بتاعها خفيف مش زي الثانيه. مش زي الثانيه دي، لو الجلد بتاعها طلع اصبح هي كده ما فيش حاجه الواحد ياكلها، انما ده اصلا بيتاكل. ده بتتاكل دي؟ ده بيتاكل طالما نضيف يتاكل، بس جلده خفيف مش زي الجلد الثاني بتاع العجل. كل واحد ليه طريقه يعني تقطيعه. الخروف الخروف غير العجل خالص. طيب ما عايزين نشوف بقى اللي هو بتاع الممبار. سمعنا ان انتوا عندكم الفتله بتاعت الممبار بتاعت السجق بتاعت السجق سوري اهي دي بتاعت السجق بيبيعوها هنا. دي سعرها كام؟ دي سعرها 30 جنيه. 30 جنيه للكيلو؟ هي كده على بعضها واحده. هي بالواحده مش بالكيلو؟ لا واحده كده بتاعت خروف واحد. يعني دي مثلا بتاعت الخروف ده 30 جنيه. دي ب 30 جنيه كده على بعضها. وحضرتك هتنضفها لي ب 30 برضه؟ ب 30 جنيه. دي بتاعت السجق يا جماعه اللي هو طبعا بتبقى ضاني زي ما احنا شايفين. وعندهم هنا سجق بقى معمول انتوا اللي عاملينه. عندنا اهو. عايزين نشوفه بقى بعد اذنك. ما شاء الله عندهم كل حاجه وانا نفسي مبهوره بالحاجات اللي عندهم لانها كلها حاجه بيعملها واحنا واقفين. يعني انا ضامنه انا جايبه المخ من منين والراس وهي بتتقطع وبتتشفى. ما شاء الله ده السجق البلدي بتاعهم. ده بكامل كيلو من السجق ده؟ كيلو ب 100 جنيه. كيلو ب 100 جنيه حلو جدا ومضمون. بسم الله ما شاء الله. يعني وادي الراس اهي حاجه زي ما انتم شايفين متكيسه وبشكل نظيف جدا شكلها يفتح النفس. لحمه الراس بتاعت الخروف دي بكام؟ دي بتتباع على بعضها. يعني دي بالراس بتتنضف يطلع منها القرون ده وفي تحتها في مخ تتباع على بعضها بمخها بكل حاجه. بمخها بكام بقى؟ 50 جنيه الراس. ب 50 جنيه الثانيه بتتباع بالكيلو اللي هي راس العجل اللي بقى بتاعها ب 65 جنيه. من غير المخ. المخ ده بيبقى المخ ده خلاص ده بسعر تاني. تمام. ممكن اعرف من حضرتك اسعار الفشه والكرشه والحاجات دي؟ عندنا الكرشه اللي هي المتنضفه دي ب 45 جنيه. 45 متنضفه؟ متنضفه. وعندنا اللي هو الكيلو الكيلو. وعندنا لحمه الراس ب 65 جنيه. تمام. وفي فشه ب 50 جنيه. تمام. وفي عندنا الممبار متنضف ب 65 جنيه. وفي عندنا الطحال اللي هو زي كده لازم على بعضه ده على بعضه ب 60 جنيه. 60 جنيه يختلف حجمه، في ب 65 وفي ب 70 يختلف حجمه. عندكم عكاوي؟ لا العكاوي في المحل بتاع الجزاره اللي هو الجزاره الثاني. تمام. بعد كده في القراقيش اللي هي بتاعت الزهور دي. جميله دي. بكام دي؟ دي ب 50 جنيه زي الفشه. كويس. وفي الحلويات اللي هي دي اسمها حلويات بيقولوا عليها اباوه. اباوه؟ الكيلو بتاعها ب 35. 35 الممبار بعد ما بيتنضف يكون بالشكل ده كده. جميل. ده ممبار بلدي ده بيبقى دهونه برده موجوده فيه جواه يعني هو بيتحشي بيها. طب يعني الدهون بتبقى جوه ولا بره؟ جوه. جوه مش بره عشان في ناس بتسال على الموضوع. لا 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 جوه جوه الدهون جوه مع الرز لان هي مجرد عشان تطعم الرز بتطعم الرز وبتسيح بطعم الرز وتخلي الرز كده مفلفل. شايفين يا جماعه كل حاجه من مصدرها يعني ما شاء الله. ربنا يكرمك يا استاذ علي. ربنا يبارك في عمرك. متشكرين جدا. كل سنه وحضرتك طيب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.